الولد شاف حفرة من بعيد، ركض عليها وطخ على ركبه، صار ينادي يمكن يلاقي الضفدع فيها. الضفدع ضفدع اطلع من الحفرة اطلع. والكلب كمان ما بيعوي قاعد على النحل، ما عم بيتطلع على صاحبه ولا بيدور معاه. والنحل عايشين ببيتهم الحلو هذا اسمه خلية النحل كتير، وبعيش فيه كتير من النحل أسراب أسراب.